يعني اسمح لي أسأل حضرتك، لأنك زي ما الرقم حضرتك ذكرته هو رقم مهول، يعني 68 مليون مصري بيستفيدوا من الدعم. أي تصريحات أو قرارات جديدة بتطلع متعلقة بملف الدعم الناس بتخاف، يعني الناس بتقول أكيد يعني في النهاية هيكون في رفع للدعم أو تقليص للدعم بشكل أو بآخر. اسمح لي أسأل حضرتك، إزاي هنوزع مظلة السلع المشمولة بالدعم، ومن أين الموارد المالية لده؟ يعني هتمولوا مشروع طموح زي ده ازاي علشان نطمن المواطن انه في النهاية مش معناه ان في بعض السلع الاخرى اسعارها ممكن ترتفع؟ والله هقول لحضرتك، زي ما عملنا في العيش وعملنا نظام جيد ولما طبق الناس كلها كانت سعيدة وخدت عيش وخدت سلع مجانا، وكمان وفرنا حوالي 30% من اللي كنا بننفقه، مش هتقل ومش هتزيد، هي نفس المخصص اللي موجود في الموازنة مش هنلمسه، لكن احنا هنديره بطريقة اكثر حرفية. طب يعني هل في اهدار مثلا، يعني في ما يتعلق بالاهدار؟ نعم. يعني هل في اهدار؟ الاهدار القائم، الاهدار القائم سواء كان في العيش وما زال في الاماكن اللي لم يطبق فيها او في الدعم، اهدار كبير جدا، وعلى مدى سنوات عشرات السنين كل الناس بتتكلم عن هذا الاهدار. احنا بندير المنظومه عمليه اداره مختلفه، عمليه لوجستيات مختلفه بشكل اكثر كفاءه، توزيع يعني مختلفه. طيب طب انا عايز اسال، لانه يعني حضرتك اكيد متابع انه بعض الناس بتقول، وانا يعني فرصه كويسه ومناسبه يعني عظيمه ان حضرتك معانا النهارده، بتقول مثلا 30% تخفيض في سعر الخبز هو بسبب 30% تقليص في وزن الرغيف. ده اللي بيقول كده هو مش فاهم المنظومة ماشية ازاي. يعني عايز اقول لحضرتك رقم بسيط جدا، محافظات القناة انا اديت للمواطن 5 ترغفة بوزن 100 جرام للرغيف، يعني 500 جرام عيش في اليوم للمواطن. اللي حصل ايه لما المواطن كان متاح ليه هذه الكمية؟ اللي حصل في مدينة مثلا زي بورسعيد، المواطنين ما استهلكوش 55 مليون رغيف من اللي كانوا من حقهم. نفس الشيء حصل في الإسماعيلية وفي السويس، بدليل ان هم في نهاية الشهر راحوا البقالين التموين يستبدلوا النقاط ديت. فالمواطن كان متاح ليه هذه الكمية وهو اللي ما استهلكهاش في كل المحافظات دي. في القاهرة لما بدأنا في جنوب القاهرة في وفر كبير جدا، فالكلام ده ملوش اساس من الصحة، لان هو في النهاية العيش ده عبارة عن كميات دقيق وكميات قمح، المخصص بتاعه من القمح ومن الدقيق زاد ما قلش، لان هو كان بياخد في الاول حوالي رغيف ونص بيعملوا له 180 جرام دقيق، دلوقتي بياخد 500 جرام، 5 ترغيفة في وزن 100 جرام. واللي أنا عايز أقوله لحضرتك إن العيش اللي كان موجود وقائم في الأماكن التي لم تطبق المنظومة كان الرغيف في حدود من 70 ل 80 جرام. هي مش مسألة وزن الرغيف قد إيه، مسألة كمية الوزن اللي بياخده الإجمالي قد إيه. طيب أنا عايز أعرف بعد التجربة شهرين تثبت إن يعني التجربة حصدها بعد شهرين دلوقتي، حضرتك تقييمك ليها ايه؟ اكيد في يعني ايجابيات زي ما حضرتك بتبرزها، ولكن اكيد في سلبيات. هل شكاوى اصحاب المخابز ان هم بقوا بيخسروا بسبب المنظومة الجديدة بتاعت العيش، هل ده يعني احد السلبيات، وازاي ممكن تعوضوهم؟ نتائج التجربة محددة جدا، ان انا وفرت 30% من الدقيق نمرة واحد، نمرة اتنين خليت المواطن ياخد كفايته من العيش من غير طابور، نمرة 3 خليت المواطن في آخر الشهر ياخد سلع كتيرة مجانا، وده أمر كانش المواطن مصدقه أساسا وبقت موجودة كميات من السلع. نمرة 4 بقت المخابز بتشتغل لأوقات طويلة فما بقاش في ضغط على المواطن أنه ياخد ده. مين اللي متضايق من الكلام ده؟ اللي متضايق من الكلام ده اللي كان بيشتغل بطريقة غير شريفة في أنه كان بيسرب أو بيهرب الدقيق، هو ده الوحيد اللي متضايق ومتضرر. إنما المنتج الشريف بالعكس، كتير من أصحاب المخابز سعداء جدا بهذه المنظومة لأن هم قدروا يشتغلوا بطريقة سليمة وفي النور ويكسبوا بشكل معقول ومنطقي. يعني ما فيش أي عيوب ظهرت في الشهرين دول مثلا بتفكروا تتداركوها؟ والله يعني احنا الحاجات اللي بنشوفها حاجات فنية في النص بنحلها مشاكل فنية، انما بالعكس انا يعني لو حضرتك تشوفي احنا بنبعت اشخاص كتيرة جدا غير رسميين يصوروا ردود افعال المواطنين عشان يشوفوا رد فعل المواطن على الحاجات دي، والحاجات دي بتجيلنا بشكل مصور، المواطنين في منتهى السعادة. وحضرتك تقدري تبعتي الكاميرات بتاعتك في هذه المحافظات اللي طبق فيها وتشوفي الوضع عامل ازاي وتشوفي ردود فعل الناس ماشي ازاي. ده كمان البقالة التموينية بقت سعيدة جدا لان بدأ يبقى عندها شغل وبدأ المواطن يعتاد انه يشتري من عندها السلع اللي اسعارها مخفضة. طيب عايزين احنا بدأنا نتكلم في جنوب القاهرة ايضا وماشيين.